من أجمل مدن العالم، مدينة تتنوع بها الثقافات والأجناس والأديان، مدينة الاقتصاد والصناعة والثروة، مدينة مبانيها جميلة، طبيعتها ساحرة. هذه المدينة لا تشعر فيها بها في الغربة بالغربة على الإطلاق، تجد الغالبية مهاجرين، الغالبية تتنوع ألوانهم وأشكالهم. بعد 5 سنوات لم أشعر بالغربة الحقيقية على الإطلاق، إنما هي غربة الوطن، غربة بلادي فقط. تورونتو أقول لكم مرة أخرى مدينة جميلة، أهلا ومرحبا بكم. إلى أقصى الشمال من العالم وإلى الجنوب من كندا تقع تورونتو، مدينة تضم بين ظهرانيها أكبر تنوع عرقي بتشكيلة تتكون من أزيد من 80 جنسية مختلفة في الدين والعرق والثقافة، تكون بمجموعها سكان تورونتو البالغ تعدادهم 2.5 مليون نسمة، يشكل المهاجرون منهم نسبة 80%. مدخلها الجنوبي يحيلك إلى نيويورك والتي تشبهها تورونتو من حيث الأهمية الاقتصادية والتجارية، غير أن الوداعة والهدوء الذي يميزها هو على طرف نقيض من ذلك، مما جعل منها مركز استقطاب سياحي متنوع الإمكانيات. وحتى بعد ظهور مرض سارس فيها لم يخسرها الكثير من بريقها السياحي، وفي إحدى ضواحيها الهادئة كان موعدنا مع البروفيسور والطبيب العربي أحمد سعيد الطيبي. نشأت في أسرة تحب العلم، كان جدي الشيخ أحمد الطيبي رحمه الله أحد شيوخ فلسطين في منطقة يافا، قبل وفاته عام 33 أوصى أن يكون والدي شيخا كذلك، ورصد له وقفا حتى يمكنه أن يتم تعليمه في الأزهر الشريف. فأتم والدي تعليمه في الأزهر الشريف، وعندما تزوج كان نصب عينه أن يكون أولاده متعلمين، فكان تركيز كبير في الأسرة منذ أن تزوج والدي رحمه الله أيضا أن نكون جميعنا متعلمين. احتلت فلسطين عام 48، وولدت بعد ذلك بقليل عندما كانوا في رحلة الشتاء، بداية رحلة الشتاء. بداية رحلة الشتاء كانت أولا في مصر ثم في لبنان حيث ولدت، ومن لبنان كان والدي وهو متعلم وهو شيخ تخرج من الأزهر يبحث عن عمل، قدم طلبات ليبحث عن عمل في عدة بلاد عربية، وكان أول بلد قد قبلته هي سوريا. بعد أن ولدت مباشرة ذهب والدي ووالدتي وأنا، حيث أنا أول الأبناء، إلى سوريا. كان والدي يحدثني آنذاك أنه لم يكن لديه بضع قروش حتى ليمكنه ليحضر لي الحليب. عندما عمل في سوريا أخذته الأقدار ليعمل في مدينة حماة. مدينة حماة مدينة تبعد بضع عشرات من الكيلومترات من مدينة دمشق، وهذه المدينة هي مدينة أهلها طيبون، وهي مدينة تتسم ب يعني غزارة الريف. فعمل في الريف آنذاك، وجاء في مدرسة تقرب من حماة بضع كيلومترات. في هذه القرية التي عمل بها والدي لم يكن هناك من الحياة الحديثة شيء، كانت بيتنا من طين، لم يكن في المدينة إلا دكان صغير، كنت أتذكر كيف أذهب إلى هذا الدكان لأحضر بعض الحلوى. كانوا يذبحون يعني الخراف مرة في الأسبوع أو ربما مرة في الشهر. كان لدينا فانوس صغير. كنت بدأت المدرسة في ذلك الوقت تقريبا في حوالي عام 55 عندما كنت في الصف الأول.
ولد الدكتور أحمد سعيد الطيبي مع بداية رحلة الشتات الفلسطيني، وقد كتبت عليه الهجرة قدرا عاشه منذ ولادته بلبنان ثم انتقاله إلى سوريا فالكويت التي أتم فيها تعليمه الابتدائي والثانوي، ثم سافر إلى مصر لدراسة الطب بجامعة القاهرة، ثم عاد بعدها إلى الكويت ليرحل عنها إلى إيرلندا ثم بريطانيا فالولايات المتحدة ثم كندا. رحلة في دنيا الله ابتدأها كغرسة خير شاءت لها الأقدار أن تعيش العمر ارتحالا دونما أن تستقر على أرض تحتضن جذرها الذي اعتاد التنقل مجبرا غير مخير، جذر كلما امتد بأرض دفعه الطموح والفضول لتحصيل العلم إلى الهجرة إلى أرض أخرى. عندما ذهبنا إلى الكويت كان الوضع ليس بأفضل بكثير، كان ذلك عام 56 أو 57، لم يكن لدينا في القرية كهرباء. كنت أصحو من النوم لأضيء القنديل، وذلك هذا قنديل الكاز، لأبدأ بالقراءة بدراسة دروسي أو أبدأ بالرسم أحيانا. نمت لدي موهبة الرسم وصقلت في المدرسة. المدرسة في الكويت كان لديها إمكانيات أفضل قليلا من تلك الموجودة في سوريا، كان لدينا الألوان وكان لدينا الأوراق وكان لدينا حصة الرسم وكان المدرس يشرف علينا، فنمت هذه الموهبة عندي قليلا. لم الحر في الكويت لم يجعلنا نستطيع أن نلهو كثيرا في خارج المنزل، كان لهنا أغلب الأحيان في داخل المنزل حيث الظلال، لم يكن لدينا مكيف ولم يكن لدينا مراوح. في هذه البلد كان أذكر أنه لأن والدي كان مدرس، كنا نذهب إلى المدرسة وكانوا يعرضوا فيلم أسبوعي. أذكر أنه أحيانا كانوا أغلب الأفلام تكون أفلام عربية، لم يعني كان في الخيال أن يكون هنالك سينما، كانوا يعرضوا على بروجيكتور خاص أفلام أسبوعية ويأتوا بها، فكانت العائلات تجتمع، وكان هذا أيضا شيء كنا يعني نتوق إليه كل أسبوع. الحياة كانت بسيطة ولكنها ممتعة. عندما نرى الأطفال الآن يلهون بالألعاب المعقدة والكمبيوتر، نتذكر أحيانا عندما كنا نصنع الألعاب من الأسلاك ونصنع السيارات من الأسلاك، ولكن نشعر بالسعادة، إنها كانت سعادة طبيعية. كنا يعني لم تكن الحياة معقدة. هذه السعادة بقيت معنا في حتى الآن، نتذكرها، لا نأسف أننا لم نعيش في هذا الوقت في طفولتنا. في سن المراهقة عاش صراع الاختيار ما بين الرسم والشعر اللذان أحبهما، وما بين دراسة الطب تحقيقا لرغبة والده وضرورات الحياة الصعبة التي عاشها في صغره. فكان الطب الخيار الجذري الذي عاشه طالبا بكلية الطب في القاهرة، ومصر تعيش أجواء حرب النكسة، ورغم ذلك أتم الدراسة. ومع السنة الأولى لتخرجه من الجامعة كانت مصر تستعد لحرب عام 73، فعاد إلى الكويت ليعمل طبيبا متدربا في مستشفى الصباح للأطفال. وبعد حصوله على بورد التخصص في طب الأطفال سافر إلى دبلن لينال من جامعتها شهادة الدبلوم في تخصص طب الأطفال، وبعدها إلى جامعة لندن لينال الماجستير في الطب الوراثي ثم الدكتوراه. وفي عام 90 ذهبت إلى أمريكا بعد حصولي على جائزة الكويت التقدم العلمي، حيث كنا نود أن نقضي ذلك الصيف في أمريكا، وحصلت الحرب، حرب الخليج، من دون أن يتوقع أحد. قد تركنا بيتنا في الكويت
تركت كل ما لدي في الكويت ولم نستطع أن نعود، حيث بقيت حالة الحرب فترة طويلة كما تعلمون، فكان علي أن أبدأ من جديد للبحث عن عمل. كانت مؤهلاتي تؤهلني أن أعمل في العالم العربي أو ربما في بريطانيا، ولكن لا تؤهلني أن أعمل في أمريكا. فبدأت البحث عن عمل وذهبت لأن أكون متدربا في جامعة ييل في الولايات المتحدة في كونتيكت. في ذلك الحين كانت شقيقتي في الكويت، طلبت منها أن تأتي لي بكل ما هو ثمين أو كل ما هو يعز علي، كصوري، صور العائلة، شهاداتي، ما غلى ثمنه وخف حمله of course. ولكن جاءت لي ببعض الأشياء، لم تستطع أن تأتي بكل شيء، تركت كل شيء وجاءت لي ببعض الشهادات. لم تأتي لي بشهادة بكالوريوس الطب لأني حصلت على عدة شهادات بعدها، فقالت ماذا تهم هذه الدرجة. المهم بدأت قصتي في أمريكا كمتدرب، وأنهيت تدريبي بعد 3 سنوات في جامعة ييل، حيث عملت في جامعة ماكجيل في مونتريال. في ماكجيل كانت الحياة الآن أفضل حالا، أصبحت الآن طبيب لي وضعي الخاص، أصبحنا نستطيع أن نعيش كمستوى جيد كما كنا نعيش منذ أيام ما كنا بالكويت. الفترة الأولى كانت هنالك صعوبة لأنني كنت متدرب، كان راتبي لا يستطيع أن يفي باحتياجات الأسرة ولدي 4 من الأطفال. بعد ذلك الحين، بعد مضي 5 سنوات في ماكجيل، وهي كما تعلمون موجودة في مقاطعة فرنسية، كان من المطلوب مني أن أتعلم الفرنسية، ولكني لم أكن أجيد الفرنسية حتى بعد 5 سنوات. فبالآخر قررت أن أذهب إلى تورونتو، حيث أنها مقاطعة إنجليزية، وليس لدي ذلك الضغط الشديد لأن أتعلم لغة تعبت كثيرا في تعلمها ولم أستطع. في تورونتو كما تعلمون عملت أو يعني عينت كأستاذ بروفيسور في مجال الوراثة الطبية والتشوهات، وأصبحت رئيسا لقسم الوراثة والتشوهات في مستشفى الأطفال في تورونتو في الوقت الحالي.